بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بكم في برنامجكم الرضا حياة. كل سنة وانتم طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب، كلها خير وبركة وسعادة وفيها المزيد من تحقيق الأهداف والخيرات لكم ولنا جميعا يا رب إن شاء الله. إن شاء الله النهاردة عندنا يعني موضوعات كثيرة جدا، يمكنكم التواصل معنا من خلال الأرقام اللي تظهر على الشاشة أو من خلال صفحة البرنامج على الفيسبوك الرضا حياة أو قناة اليوتيوب برضو الرضا حياة، ومن خلال الرقم الواتساب اللي هيظهر برضو على الشاشة. ظاهرة خطيرة جدا من أخطر الظواهر اللي بتهدد استقرار المجتمع والمجتمعات بصفة يعني، مش ليس المجتمع المصري ولكن المجتمعات الأخرى أيضا، وهي ظاهرة تفشي ظاهرة الطلاق. الطلاق نتيجة إن في خلافات بتحدث بين الزوج والزوجة، مفيش تواصل مفيش تفاهم، لكن هنعرف الأسباب الخفية برضو اللي وراء هذه انتشار هذه الظاهرة. فتاة في مختبر حياتها الزوجية بتحكي يعني بتشكلي من زوجها وبتقول لي إن هو يعني بتحكي لي أمور سيئة كثيرة، فأنا حبيت أعرف منها شيء واحد، بقول لها هل في صفة مميزة في هذا الرجل؟ ممكن تقولي لي صفة مميزة في هذا الرجل؟ فلقيتها بتقول لي ولا صفة مميزة فيه. قلت لها طب لو عاد بيك الزمن لورا تاني وتقدم لك هل هتختاريه؟ قالت لي ولا هبص له. ايه اللي وصل هذه الفتاة انها تقول هذه الكلمات في هذا الزوج اللي هو تزوجها وهي ارتضت بيه كزوج؟ بتقول ان انا كمتعلمه تعليم عالي جامعي وهو تعليم متوسط، ولكن انا قبلت بالزواج بيه من اجل ان احنا نكون اسره ونعيش في استقرار واساعده ويساعدني ونعيش مع بعض في سعاده. لكن وجدت ان هو دايما بيحاول يقزمني، دايما في حاله نقد مستمر لشخصيتي، دايما كل ما اتحدث يعني يريد ان يظهر ان انا غبيه، ان متخلفه، ان انا لا افقه شيء، لا اعرف اي شيء. فطبعا كل ده بيعمل عليا ضغط نفسي وعصبي، لذلك انا بدات اكره هذا الشخص. طبعا ايه اللي وصل هذه الفتاه انها تقول هذه الكلمات يعني في هذا الزوج؟ مؤكد ان هي لم تجد ما يسرها او ما يسعد قلبها. ايضا بنجد في الجانب الاخر ان بعض الازواج بعد زواج مثلا 11 سنة وبيطلق زوجته، يعني في قصة واقعية فعلا حدثت الأيام الماضية. رجل تزوج الفتاة عمرها 18 سنة، بعد 18 سنة وهي عمرها 18 سنة، بعد 11 سنة زواج وأنجب 3 أولاد، إن هو يطلقها ويروح يتزوج واحدة أكبر منه في السن. هذه الفتاة بتقول له طيب أنا خليني معاك في البيت أو خليني وتزوج، يعني هي وافقت ان هو يتزوج، لكن هو رفض ان هي تكون على ذمته وطلقها هي واولادها وراحت بيت ابوها. رجل ايضا اخر يتزوج فتاه مثلا 8 سنوات ما لهاش لاب ولا ام، وحيده وكانت بتعمل معاه في شغله وهي ماسكه كل حاجه وقايمه بكل الواجب اللي المفروض يعني تقوم بيه، وبرده بعد ما يخلف منها ولد وبنت برضه بيطلقها ويتركها في الشارع. ظاهرة من أخطر الظواهر اللي هي، ومش بس بيرميها بس، لا ده بيروح يتزوج واحدة أخرى. طيب احنا معنا دلوقتي اتصال، اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك؟ أهلا بحضرتك يا فندم، اتفضلي. أنا بس كنت عايزة أسأل حضرتك عن طريقة التغذية الصحيحة، وازاي الجسم يستفيد من كل حاجه بدون ما يتضر يعني، او يزيد او حاجه تاثر على حاجه. تمام. وعايزه كمان اسال حضرتك، هل مريض الضغط العصبي لازم ياخد دواء الضغط بانتظام؟ تمام. ولا ممكن يعني ياخده لما الضغط في وقت ما يعلى فقط؟ تمام يا فندم، حاضر ان شاء الله ارد عليك دلوقتي، ومتشكر جدا لسؤال حضرتك. طبعا سؤال المدام إلهام سؤال في غاية الأهمية، هو التغذية السليمة. ويعني أغلبنا للأسف احنا اكتشفنا أن أغلبنا بيتغذى بطريقة خاطئة أو بيتناول الطعام بطريقة خاطئة. النهاردة إن شاء الله نعلمكم الطريقة السليمة والصحيحة،
ولا تتفاجئوا ان انتوا دايما بتسمعوا هذه الكلمات لاول مره، وهذه الطريقه يعني هو زي ما احنا كده بنتنفس بقالنا مثلا 30 سنه او 40 سنه بطريقه خاطئه او 50 او 60، برضو علمناكم الطريقه وعلمناكم الطريقه السليمه للتنفس وشرحناها باستفاضه في حلقه قبل كده، وبنأكد مرة أخرى وإحنا في فصل الشتاء أن التنفس السليم هو الطريق إنك تحمي نفسك من نزلات البرد. التنفس السليم هو الطريق إن تكون البشرة نقية كويسة وجميلة، ويكون كده في عندك راحة وتبعد عنك الكربشة اللي بتظهر والتجاعيد اللي بتظهر على الوجه. التنفس السليم اللي هو بيعمل لك المساج لعضلات البطن والجهاز التنفسي، وبيخليك تعمل الإخراج بطريقة كويسة وتفرغ الأمعاء بطريقة سليمة. التنفس السليم يا جماعة يا ريت تراجعوا طريقة التنفس السليمة أو الصحيحة اللي احنا شرحناها قبل كده في الزفير وعملية الشهيق والزفير. موضوع الطلاق طبعا زي ما احنا قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن أبغض الحلال عند الله الطلاق. الطلاق طبعا ربنا سبحانه وتعالى حل الطلاق ليه؟ أن خلاص المعيشة أو العيشة أصبحت مستحيلة بين الرجل والمرأة. خلاص الرجل استخدم كل أساليبه والمرأة استخدم كل أساليبها، ولكن لم يحدث الوفاق. خلاص يبقى المعيشه هنا او العيشه هنا يعني لا تطاق، خلاص كل واحد بيروح لحاله. لكن احنا بنقول دايما نصبر. قال تعالى انه من يتقي ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. الشيطان يعني الطلاق هو قره عين الشيطان. قال تعالى ان الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. تمام؟ يبقى انت النهارده يعني تنتبه ان اعظم اعمال الشيطان هو الطلاق، حتى انه يقرب اقرانه لما بيرسلهم في السرايا بتاعته، أن من يقول أحدهم ما تركته حتى جعلته أو فرقت بينه وبين زوجتي فيدنيه منه. ده أعظم شيء، أحسن واحد عنده اللي هو يفرق بين الرجل وزوجته. طب إيه أسباب موضوع الطلاق ده؟ أولا إحنا عايزين نوضح الرضا. أهم شيء هو الرضا. إذا لم يرضى الزوج عن زوجته فإنه لن يرى منها أي شيء جميل، وإذا لم ترضى الزوجة عن زوجها لم ترى منه شيئا جميلا مطلقا، حتى لو بيجيب لها وبيخللها. أنا أعرف قصة لسه يعني الأيام اللي فاتت دي حدث بالفعل. شاب وفتاة متزوجين، الشاب ده يعني قايم بكل ما هو مطلوب وأفضل وأحسن على ما يرام. الزوجة في الطرف الآخر غير راضية عن هذه العيشة، لم ترى أن هذا هو المناسب أو هذا هو الملائم أو هذا فيه الكفالة. هي دايما تنظر أن هذا فيه نقص، لأنها ليس عندها حالة الرضا. لذلك احنا نقول الرضا حياة، أن إذا رضيت حييت، وإذا لم ترضى فسوف تفنى. إذا رضيتي أو إذا رضي الزوج أو رضيت الزوجة بحياتها مع زوجها سوف تكون الحياة فيها الحب والسعادة، وكل واحد يغض الطرف للآخر، وكل واحد يتقبل الآخر بما فيه عيوبه أو محاسنه. طبعا احنا بنقول للناس أن العلاقة الزوجية هي علاقة مقدسة من الطرفين. لازم احنا دايما يعني هو ربنا سبحانه وتعالى الذي أحلها من فوق سبع سماوات. والشيء المثير للاهتمام أن في عقد القران يقول الرجل وأن أعاملها معاملة الإسلام، وبعدين والله خير الشاهدين. ده حضرتك يعني أشهدت ربنا على هذا العقد، يبقى لازم تراعي حق الله سبحانه وتعالى في هذه الزوجة. طيب يا اخي لو انت في المعاملات العاديه بينك وبين شخص مثلا شراكه، وجبت شخصيه مرموقه في الدوله، شخصيه مرموقه جدا، يعني تخيل اي شخصيه مرموقه بقى مستوى عالي جدا، وكان هو الشاهد على هذا العقد، كل ما تيجي انك تفسخ هذا العقد او تيجي مثلا تسيء معامله هذا الشخص اللي هو الشريك لك تقول ده الشاهد فلان، لا ده شخصيه مش عارف ايه. زي واحد كده يعني بينه وبين زوجته خلاف معين فبيحكي لي، فبقول له خلاص انت روح بقى احضر اهلها واجتمعوا عشان تحلوا المشكله. قال لي تتعرف عمها فلان الفلاني ورتبه كبيره ومنصب مربوط جدا وحاجه جامده، فهو مستحي منه، يعني هو بيستحي منه اصلا يعني عشان هيقعدوا في قعده وكده يعني. فاحنا بنقول الرضا اول حاجه لازم يتحقق جانب الرضا في علاقتنا الزوجيه بين الزوج وزوجته. رقم اثنين التوجه الذهني. يا جماعه التوجه الذهني ده، انت توجهك الذهني اتجاه زوجك ايه؟ هل هو مثلا شخصيه محبوبه، شخصيه جميله، شخصيه لطيفه، تمام، بيعاملني كويس؟ وانت بقى وكذلك الزوج توجهك الذهني تجاه زوجتك ايه؟ ان هي طيبه، ان هي كويسه، منظمه،
ان هي ست بيت محترمه، ست بيت جميله، راقيه في تعاملاتها، مهتميه بتربيه الاولاد. يعني انا بيعجبني جدا صديق ليا سوداني بيقول لي احنا مش ممكن ناخد الناس كلها، يعني ناخد الحلو ناخد السيء ونترك الحلو. دايما احنا بناخد يعني في تعاملات، بيقول انا باخد دايما الحلو وبترك السيء ده خلاص. وعلاقته مع زوجته كده، يعني بيقول مثلا زوجتي مثلا بتعرف تعمل اكلات معينه وما بتعرفش تعمل حاجات اخرى، لكن هي كويسه في تربيه الاولاد، فانا واخد الجانب الايجابي بتاعها ان هي بتربي العيال كويس ومهتميه بالبيت وبالاولاد، ده شيء بالنسبه لي كويس وانا راضي بيه. خلاص هو رضا كده، يعني هو في حاجات يعني هي لا تجدها لكنه متقبلها برضه، تمام، وفي حاجات طيبه هو مكبرها ومخليها في صوره كبيره. يبقى التوجه ازاي انك تكبر الشيء اللي هو البسيط، تكبره وتخليه كبير جدا في ذهنك علشان الحياه تدوم بينك وبين الزوجه. الامور الامر الثاني اللي برضه موضوع العلاقات على الفيسبوك او على السوشيال ميديا، يعني مجرد المراه بتسمع كلمه حلوه من هذا الشخص تعتقد ان هي بقى خلاص يعني بقت هي السيده الجميله اللي هي على عرش الجمال كله وبتسخط على حياتها. لا، احنا بنقول ان المراه تحافظ على علاقتها مع زوجها على بقدر المستطاع، تمام، اذا كان في سبيل للعيش. يعني في واحدة سيدة فاضلة استخدمت كل الأساليب مع زوجها لكن هو لم يرجع إليها، خلاص بقتش عاوزاه. هي المرأة إذا كرهت فرطت في كل شيء، فرطت في حقوقها وواجباتها وكل حاجة، وقالت له مش عايزة حاجة، مع السلامة. أفكارنا، أفكارنا إيه هي أفكارنا عن الزواج؟ هل أفكارنا إن إحنا نستمر ولا إن إحنا خلاص هنقضي فترة معينة بسيطة وكل واحد ينفصل بعد فترة؟ يعني في واحدة بتقول لي انا اول ما تزوجت وانا معتقد ان انا او مفكر انا هتطلق، تمام. فطبعا التفكير ده تفكير بيدمر العلاقه الزوجيه. بالنسبه لسؤال مدام الهام اللي هو ازاي التغذيه السليمه، اولا احنا بناكل بطريقه خاطئه. ازاي؟ احنا عندنا في بروتينات وفي كربوهيدرات وفي مواد متعادله. البروتينات زي اللحوم والاسماك وغيره، وعندنا المواد الكربوهيدرات زي الارز والنشا والخبز والمواد ديت، والمواد المتعادله زي الفواكه والخضروات. دائما عشان انا بقول لكم الاسلوب دوت، الاسلوب دوت ذكره الدكتور يوري كاشينكو في كتابه المغناطيسيه، والدكتور يوري كاشينكو ده عالم من علماء روس الكبار جدا في المغناطيسيه، ويعني راجل يعني ذو خبره عالميه مرموقه في هذا المجال. وانا شخصيا انا جربت هذا الكلام ولقيته ممتاز جدا. عاوز تحمي نفسك من الحموضه ومن سوء الهضم ومن الامساك ومن الامور دي كلها، اتابع اللي هقول لك عليه دلوقتي وهتلاقي ان شاء الله مبسوط جميل جدا. اول حاجه البروتينات، دايما لو انت حضرتك بتاكل بروتينات كلها مع سلطه خضراء، ما تاكلش مع رز، لان البروتينات بتحتاج النشويات او الكربوهيدرات بتحتاج وسط قلوي، والبروتينات بتحتاج عصارة حمضية. فأنت لما تاكل بروتينات مع نشويات أو مع خبز أو مع أرز، فأنت عندك عصارتين، في عصارة حمضية وعصارة قلوية، فبيحصل تعادل والهضم بيغيب بطريقة كبيرة جدا. يعني أنا أفتكر زمان لما كنا مثلا يوم الجمعة عندنا بلدنا، يوم الجمعة ده يعني عندنا شيء كده عادة عندنا، لازم ناكل لحمة يا فراخ أي حاجة يعني. فطبعا عندك شوربة وعندكم اللي عندها لحمة، ونعمل رز ونعمل بقى إيه، بطاطس يا خضار، المهم فبتبقى خلطة جامدة جدا. طيب ناخد الاستاذ الاول. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان طاهر قصير المحل احمد. اهلا وسهلا بحضرتك، اتفضل حضرتك. ناس بقليل وادوب عايشين. يا نعم. لكن للمولى شاكرين. وهناك ناس تملك ملايين. في الاحزان دائما عايشين. ايه الاسباب؟ قل لي زين. نعم نعم ايوه نعم. مع الدنيا وضعف الدين. نعم. الغلبان كنعان فرحان مش حيبيع نفسه بقرشين. نعم. اما اخوان الشيطان مالهو صاحب معدن شين. نعم. ممكن يقتل امه وابوه، شيطان غدار ليه وشين. قال هويت الدنيا اعلم كلنا للدنيا تركين، اسمع صوت الحكمه وافهم عملك يحميك لو كان زين. نعم. يا ربي ارزقنا قناعه واجعلنا دائما. اللهم امين يا رب. اشكرك استاذ رمضان على القصيده الجميله دي، شكرا جزيلا اشكرك.
فطبعا احنا هنا كنا يوم الجمعة ده يعني اتعجب ان احنا مثلا المفروض الانسان بياكل ان هو يعني يبقى مبسوط ويبقى عنده طاقة. اتضح ان انت حضرتك بعد يعني كله ما بياكل خلاص كله بيتسطح، ما فيش حد يقدر يعمل اي حاجة ابدا، كله بينام. لان طبعا احنا واكلين خلطة محتاجة طاقة عالية جدا والهضم بيغيب وكل لازم تنام. انما لو احنا اكلنا الكلام ده انا اتبعته الحمد لله، يعني ان الفرق البروتينات اسماك اي بروتينات اكلناها بالسلطه الخضراء وتفننوا بقى في عمل السلطه الخضراء، قلت له زيت زيتون وحطوا عليها وكل انواع الخضروات والحاجات الحلوه دي تحطوها، هتجدوا الهضم ولا سريع جدا، عندكم طاقه عاليه جدا، هتشعروا بالمتعه والاستمتاع. يعني مثلا لو الهضم بياخد 4 ساعات عشان يتهضم في المعده لا ياخد من ساعه ونص لساعتين. طب ليه؟ لان استهلاك الطاقه ديت بيجعلنا نشعر بالتعب. يعني مثلا عندنا الطاقه 50% للطاقه البصريه، وعندنا ال 50 الاخرى في 40% للهضم والتخلص من الفضلات، تمام، وعندنا 10% للحركه والتفكير ومواجهه الضغوطات الحياتيه. اذا انا لازم اقلل من طاقه الهضم والتخلص من الفضلات. دي الطريقه تحدث اللي ما اسمها التغذيه المفرده اللي بكلمكم عليها دلوقتي، اتكلم عليها العالم المسلم الكبير ابن سينا في كتابه القانون، واللي هو في القرن السادس الميلادي، في القرن السادس الميلادي تحدث عن التغذيه المفرده بسبب شديد جدا اللي بحب يرجع له. ولكن في العصر الحديث ده وجدنا ان فعلا الاراء اجمعت على ان التغذيه المفرده هي الطريق الى اولا امدادك بالطاقه، انه التخلص من الفضلات بطريقه سليمه جدا، انه بيخلص الدم من السموم. طيب يبقى انا النهارده هاكل خضروات مع بروتينات، اوكي حلو جدا. طب النشويات او الكربوهيدرات برضه هاخد برضه الخضروات مع الخضروات دي برضه مع النشويات، يعني مثلا لو عامل مثلا خضار بسله مش عارف ايه اكله مع الارز او اكله مع الخبز. لكن حته ان انا باكل البروتينات مع الخبز او مع الارز دي بتبقى عمليه مدمره للجسم، وبتجعل فضلات في الامعاء وبتهدر الطاقه بتاعتنا. الطريقه دي اسمها طريقه التغذيه المفرده. الحمد لله استخدمتها، كان عندي وجع في المفاصل، الحمد لله استخدمت ان انا بقيت اكل اي بروتين باكله بالسلطه الخضراء لمده شهر، الحمد لله كل المواضيع دي كلها راحت. فاحنا كما قيل المعدة بيت الداء، المعدة بيت الداء. انت النهارده الاكل بتاعك ده انت عبارة عن الطعام اللي انت بتاكله، فاذا استخدمته بطريقة طيبة طريقة سليمة اعتقد ان انت هتقضي على الحموضة، هتقضي على التعب، هتقضي على القلق والتوتر اللي انت فيه. الامر المهم جدا ان الامعاء هتفرغ وبتريح المعدة في عملية الهضم. نتبع هذه الطريقة مع عملية التنفس السليم. بالنسبة لحضرتك موضوع الضغط ده لازم متابعة عملية الضغط، ان الضغط بالذات يعني شيء حساس جدا في جسمنا، لازم يبقى فيه متخصص بنتابع معاه، متخصص برضو كويس ونتابع معاه علشان ما يعني ما نعرضش جسمنا لمخاطر بعد كده يعني. وربنا ان شاء الله يتم علينا بالشفاء جميعا. طبعا بالنسبة ان احنا مقبلين على سنة جديدة واحنا في سنة حالية 2020، عاوز اقول لكم شوية حاجات كده بسيطة. اول حاجة انك لا تهتم بما يدور حولك او لا تهتم بما يصار من حولك من افكار ومعتقدات، اهتم بما تغزله، اهتم بما تغزله. يعني شوف انت بتعمل ايه او انت عايز ايه، تحاول فكر فيه كويس واهتم بيه وما تسيبوش يتفلت منك ابدا. المجتمع اللي حواليك المحيط بيك عاوزك تبعد عن هدفك باي شكل من الاشكال، عاوز يعني يشتت تفكيرك، لا ركز على التفكير اللي انت عايزه. مهما كانت الامور سيئه من حولك لكن ثق ان ربنا سبحانه وتعالى هيحقق لك اللي انت عايزه اذا انت اهتميت به. الله يساعد اولئك الذين يساعدون انفسهم. خدوا دي قاعده كده دايما ان شاء الله، ان الله يساعد اولئك الذين يساعدون انفسهم. ما دام انت في نيتك تساعد نفسك وتساعد اسرتك ربنا يكون معاك ويساعدك. اهتم بما تغزله. الامر الثاني ايمانك يحدد حياتك، بمعنى انت بتؤمن بايه؟
هل انت مؤمن ان انت فعلا تبقى انسان متميز في عام 2020، انسان ناجح، عندك اهداف، حطيت الاهداف بتاعتك، وان شاء الله انا نويت ان واحد يكتب الهدف بتاعه، انا نويت في 2020 امتلاك كذا وكذا، الوصول لكذا، ان اكون احسن كذا، ان احقق كذا. اكتب اهدافك وحطها في ورقه وحطها عندك في الاوضه بتاعتك، وخليها قدام منك على طول، وقبل ما تنام تبص لها، يعني اطبعها في العقل اللاواعي علشان هو يبدا يشتغل ويساعدك. تمام؟ ما لا تستهين باي حلم بتحلم بيه، احلامك محققه باذن الله اذا انت حاططها قدام منك. احنا بنقول الكلام ده لبعض الناس يقول لك الله، وازاي ان الموضوع ده يتحقق، ويعني مشكله ومش مصدق. طيب ما انت اذا لم تصدق هذا الامر يبقى خلاص، يبقى لن تتحقق. الامور تاتي لك حسب ما في داخلك، والله يستجيب لك حسب ما يدور في خلدك او ما يكون في داخلك. شوف انت عاوز ايه، وربنا بيساعدك يحاولك ان شاء الله. ايمانك وحد حياتك. الإيمان هو أن تؤمن بما لم تراه. مكافأة الإيمان أن تحصل على ما آمنت به ولم تراه. يعني بنقول إن أنت مثلا عاوز تكون في منصب معين، عاوز تكون في وظيفة معينة، عاوز حاجة معينة، أنت صح ما شفتهاش في عالم الواقع، لكن بتشوف في عالم الخيال بتاعك، وبتثبت الصورة جواك، وبتبدأ تشتغل على هذه الصورة مع طول الوقت بإيمانك اللي جواك ده. ربنا حقق سيحقق لك ما تريد. ربنا سبحانه وتعالى يقول للمؤمنين، يعني ربنا سبحانه وتعالى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حدث صحابته الكرام عن الجنة والنار، وعن الجنة ونعيم الجنة ونعيم الآخرة، وكانوا يعني في جهاد مستمر انهم رأوا الجنة التي حدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم ما شافوهاش. حدثهم عن الله سبحانه وتعالى وبرضه ما شافوش ربنا، لكن حدثهم عن الملائكة لم يروا الملائكة، حدثهم عن أمور كثيرة غيبية. لذلك نحن نسمى بأمة الغيب، الذين يؤمنون بالغيب ويقومون الصلاة وما رزقناهم ينفقون. لكن ربنا بقى إليه جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتي، هو وعده بالجنة، فلذلك هي ده كان غيب بالنسبة لهم، لكن هو ربنا هيديهم هذه الجنة في الآخرة. يبقى إذن آمن بما تريد أن تكونه أو تحققه أو تريد الحصول عليه. الامور دي في غايه الاهميه بالنسبه للي احنا عاوزين نوصله. الامر اللي بعد كده هو توجيه الافكار. انا لازم اوجه الافكار بتاعتي تجاه ما اريد. يعني انا عايز الصحه، ما عادش افكر في المرض. عاوز الثراء والغنى، ما عادش افكر في الفقر واقعد اجيب اخبار الفقراء. يعني كانت في حاجه غريبه جدا، كان في من فتره كده كان بينزل ملاحق كده الاخبار مع الجرايد، اخبار الحوادث، والناس تفضل تقرا في اخبار الحوادث. اما انتوا هتستفيدوا ايه من الكلام ده؟ ايه الاستفاده؟ واحد قتل فلان، واحد سم، واحد سمت جوزها، واحده مش عارف قبلت ايه، واحده. فانا كنت اقول لهم قراءه هذه الامور يعني تسمم عقولكم، لا تقرؤوا هذه الافكار، لا تقرؤوا هذه الامور، ابتعدوا عنها. اقرأوا في الصحه، في الثراء، في افكار التجاريه، في الاختراعات، الابتكارات كده. يبقى انا بفكر في اللي انا عايزه، انا بوجه تفكيري كله للي انا عايزه، ما اقعدش انا املاه سلبيات من العالم الخارجي. زي ما احنا قلنا ربنا سبحانه وتعالى يقول ولكل وجهات هم وهو موليها ولم يسكت. كل واحد له وجهه في الدنيا. في واحد وجهته ان هو يعني يرقى ويرتقي لاعلى مناصب ويكون إنسان شريف ونزيه وناجح، وفي واحد تاني فكره إنه إزاي ينصب على الناس، وإزاي يخدع الناس، وإزاي يعني يسرق الناس، وإزاي ينهب أموالهم وهكذا. ده فكره وعايش على هذا الفكر. لكن ربنا سبحانه وتعالى حدد اللي هو عايزه مننا. قال إيه؟ فاستبقوا الخيرات. هو الخير اللي ربنا عايزه، هو الفضائل والأخلاق الفاضلة اللي هي يعني بتعمل على تطور المجتمع. عاوز اوجه يعني حاجه عشان مصرنا الحبيبه وكل البلدان، اغرسوا في ابنائكم، ونحن في عام 2020، اغرسوا فيهم حب الوطن. حب الوطن من اعظم الامور التي يجب علينا نغرسها في ابنائنا. قصه جميله جدا، صديق ليا بيحكي لي، بيقول لي في واحد صديق له جاي من امريكا، فهو جاء البلد عندنا يعني، فالولد واد صغير كده يعني مثلا عنده 5 سنوات، فمسك ابوه بيقول له انا عاوزك توديني الارض
وكل حبه يعني يقول له وديني الارض وديني الارض وديني الارض. فهو صديقي ده اعتقد ان هم يعني اشتروا ايه، عندهم مثلا ارض ولا حاجه مثلا في اي حته بيزرعوها ولا كاستثمار يعني. فقال له انتوا شارين ارض فين؟ فضحك صديقه وقال له لا ما انا ما اشتريتش ارض ولا حاجه. قال له امال ايه؟ قال له هم هناك بيعلموهم ان الوطن ده هو الارض، هو اللي انت بتاكل منه وعايش عليه، فلازم يكون انتمائك وحبك له ده اللي هو غرسينه فيهم. واحنا يعني عاوزين نغرس في ابنائنا حب الارض، حب ارضنا، حب مصرنا، حب الوطن. ده من اعظم الامور، لانه اذا ضاع الوطن ضاع الانسان. الانسان بلا وطن لا وجود له، يعني لن يعني ماذا تكون اذا لم يكن لك وطن وفي استقرار، واذا لم تحب وطن فاي وطن تحب؟ يبقى لازم نغرس في اولادنا حب الارض. الارض ديت اللي انت بتاكل من خيرها، اللي انت بتمشي عليها، اللي انت تربيت في حواريها وفي شوارعها، هي ديت اللي لازم نغرسها في اولادنا، ان احنا نعلمهم ازاي يحبوا الوطن ويحافظوا عليه. ايضا زي ما احنا بنتكلم في بدايه الحلقه وبنقول ان عمليه الطلاق وخطورتها على المجتمع، ازاي لما الزوج والزوجه بيحدث خلاف بينهم وبعدين يحدث التفرقة بين الطرفين، تأثيرها على الأولاد هيكون إزاي؟ لازم ننظر إلى هذا الأمر، لازم ننظر إلى هذا الأمر. بوجه رسالة لهذا الزوج اللي هو بيعامل زوجته معاملة قاسية وسيئة، أنك سوف تسأل عن هذه الأمانة التي هي عندك. يعني إحدى الفتيات كلمني، اتصلت بي وبتحكي لي ان زوجها دايما واقف ضدها في جانب اهله، هذا لا يصح. دايما واخدها عدو، هذا لا يصح. طب اذا انت اخذتها عدوة لك وشوهت صورتها، ما تشويه صورة الزوجة منك انت برضه، هو تشويه صورتك انت. فيجب ان تحافظ على صورة هذه الزوجة وان تعاملها كما قلت، ان اعاملها معاملة الاسلام. معاملة الإسلام بتقتضي أنك تحافظ عليها وتحافظ على شرفها وتحافظ على كرامتها وتعاملها معاملة طيبة. طيب أنا أخد الاتصال ده. السلام عليكم. مساء الخير يا دكتور. عليكم السلام. مساء الخيرات، تفضل حضرتك. سمعنا كتير عن حاجة اسمها أن تسمية الأطفال نعم له علاقة بالطاقة نعم والعلاقات الأسرية وكده، الكلام ده صحيح في التربية البشرية؟ نعم يا فندم، أشكر حضرتك. هرد عليك دلوقتي إن شاء الله. طبعا الموضوع، السؤال بتاع أستاذ محمد، موضوع الطاقة وطاقة الأسماء، وهل طاقة الأسماء لها طاقة فعلا وبتؤثر على حياتنا؟ كان ده صحيح؟ كان ده فعلا موجود في نظرية حقول الطاقة البشرية، والكلام ده هو إن الأسماء كل أسماء لها طاقة. هذه الأسماء عبارة عن حروف، وحروف دي لها طاقة في الكون، والأسماء هي مصدر السعادة والثراء والغنى والفقر. طيب إزاي الكلام ده؟ أولا الزوج والزوجة بيرتبطوا ببعض، لهم طاقة، الطاقة دي كانت تكون مختلفة أو منسجمة مع بعض. لذلك احنا بنجد إن في اتنين بيتزوجوا بتكون علاقة حلوة جدا طيبة، لأن حدث توافق من طاقة الاسم ده مع طاقة الاسم ده. تمام؟ طيب بعد كده بيحدث إيه؟ إن هم يخلفوا ولد أو بنت. اختيار المولود ده الاسم بتاعه بيؤثر على الطرفين، يؤثر على حالة الثراء وعلى حالة السعادة. لذلك كان زمان نسمع، والكلام ده سمعناه من أهالينا وأجدادنا، يقول لك الولد ده استبشرنا بيه لما جه، ليه؟ يقول لك ده احنا بنينا البيت وشرينا الأرض وجبنا وعيننا وخلينا. وبعدين في واحدة سيدة تقول لي إيه ده، أنا البنت دي فعلا كان وشها حلو، على رحت كارفور جبت كسبنا مش عارف سلسلتين ذهب وكسبنا شاشة تلفزيون. قلت له كويس. قالت لي بعد كده البنت اللي جت معايا اللي بعدها الموبايل راح مني ومش عارف ايه، وقعدت تحكي لي حاجات كده سلبيه يعني. المهم الكلام فعلا دي نظريه موجوده، واللي من يسمع هذا الكلام لا حريه الاختيار يعني، ويطبقها ولا يطبقها، ليس القران يعني يتلى يعني، لكن بتطبقها خلاص اوكي اخذت بها، اذا لم تاخذ بها لك مطلق الحريه. لكن كما قال صلى الله عليه وسلم: تخيروا لاسمائكم فان لكل امرئ نصيب من اسمه. وكما قال صلى الله عليه وسلم: حق الولد على أبيه أن يختاره اسما حسنا ونسبا إيه حسنا. تمام؟
طيب مثلا نقول مثلا ايه، احمد تزوج اميره خلاص، طيب اوكي، خلفوا مثلا بنت يسموها ايه؟ في اسم، مش اي اسم، احنا كنا زمان لما نيجي نختار اسماء الاولاد نحط مثلا ثلاث شمعات، ثلاث شمعات، ونكتب الاسامي على كل شمعه، اللي تستمر نختار الاسم بتاعها، او واحد يجي من بره يقول لك خلاص احنا نسموه ايه، بدل ما نسموه علي هنسمي محمد، او خلاص نقوم ناخد برايه، تمام؟ فالنظريه موجوده ولها قواعد واساسيات، وفي ناس بتاخذ بيها وناجحه جدا. مثلا احمد واميره، احمد واميره دول الطاقه بتاعتهم عرفناها، اذا خلفوا بنت يسموها ايه؟ ممكن يسموها رحاب، تمشي معاهم، ممكن يسموها سلمى، ممكن يسموها هند، ممكن يسموها ساره، تمام؟ اختيار الاسم، فالاسم الاسم اللي بيتم اختيار المولود عليه بيكون على اساس اسم الزوج والزوجه. طبعا موضوع كلام ما تسمعوه، لكن نظريه حقول الطاقه البشريه موجوده، واحنا عملنا عليها دراسات مع بعض الناس، بدانا نسالهم انت، واحد يجي لي يقول لي ده انا كنت مسافر وبعدين دخلت حصل له مشكله، فبساله انت عامل خلف ايه؟ انا متجوز فلانه، خلفت كذا، عملت كذا، فبجد ان فعلا الطاقه مش متناسبه، مش متناسبه معاهم. احنا بنقول دايما ان احنا تخير وتفاكم فان العرق دساس، الواحد دايما يكون عنده حرص ان هو يختار الزوجه بتاعته، وانه يعملها معامله طيبه، وان احنا دايما نتحرى الامور السعيده التي تسعدنا في حياتنا، سواء من افكارنا او من العالم الخارجي، ان احنا دايما نهتم ان تكون افكارنا افكار ايجابيه، ان احنا ما نهتمش باي امور سلبيه تحدث في حياتنا. نتوكل على ربنا سبحانه وتعالى في عام 2020 نضبط موجه افكارنا على الافكار الايجابيه، ان احنا نتحرر من الافكار السلبيه، ان احنا نحب بعضنا بعضا، ان احنا ننبذ الكراهيه، ندرس اولادنا حب الوطن وحب الخير، وان احنا دايما نكون مظهر للاخلاق الفاضله في المجتمع. العالم يتقدم بالاخلاق الفاضله. العالم يتقدم بالاخلاق الفاضله. اذا احنا كنا مثال الاخلاق الفاضله لاولادنا، هنكون بعد كده نعرف نخرج جيل ناجح للمستقبل. نديكم مثال بسيط جدا، مثلا احنا دايما بننهي عن شت، يعني انك نسب الاولاد او نسب اولادنا او نصفهم بالفاظ سيئه. مثلا كان بنتي بتكتب على الحيطه، فانا قلت لها انت بتعملي ايه غبيه مش عارف ايه، وقعدت اشتمها، فالبنت بصت لي كده وسكتت. تاني يوم برضه بتكتب على الحيطه برضه، فانا قلت لها مش هينفع بقى هنا بقى السب والقذف، فانا قلت لها ايه، نزلت لها وقلت لها حبيبتي انت بقيت كبيره دلوقتي، والكبار الحلوين اللي زيك يكتبوا على الورق. فاستجابت. ليه؟ كرامتها منعتها في الاول ان هي تستمع لما اقوله. لكن ده برضو بيحصل مع الزوج والزوجه، لو تعاملت مع زوجتك بطريقه غير لائقه كرامتها تمنعها الناس تتعامل معاك بطريقه لائقه برضو، او هتعصيك. وكذلك برضو الحال بالنسبه للزوج، لو انت كزوجه تعاملت معاه بطريقه غير لائقه وقلت له يا غبي ويا كذا والالفاظ ديت، برضو كرامته هتمنعه ان هو يستمع ليك او يصغى ليك. يبقى احنا دايما يعني نتخير الالفاظ اللي احنا بننطقها، نتخير الافكار اللي احنا بنفكر بيها، نضبط احنا بنصنع حياتنا، كما يعني بنقول للناس انتم تصنعون حياتكم بافكاركم ومعتقداتكم، فماذا تعتقد في ذهنك؟ الحلقه دي بصراحه يعني احنا تناولنا فيها موضوع الطلاق وخطورته على المجتمع، وقلنا ان احنا عشان يحدث الوفاق بين الزوج والزوجه لابد ان احنا نرضى. الرضا هو الذي يجعلنا نحيا حياه سعيده، اذا لم نرضى سوف نفنى وننتهي.
رقم اتنين اللي اتحدثنا عن موضوع التغذية المفردة. التغذية المفردة مهمة جدا ان احنا نعيش حياة طيبة بعيدة عن السموم والفضلات. تكلمنا معاكم عن طاقة الأسماء وأثرها الإيجابي على حياة الزوج والزوجة وحياتنا. تكلمنا عن غرس حب الوطن في أبنائنا، نعلقهم ونربطهم بالأرض حتى ينشأوا على حب وطنهم. إن إحنا نضبط موجة أفكارنا على الأفكار الإيجابية والأفكار تحقق لنا السعادة والنجاح في حياتنا وحب الآخر. أشكركم وألقاكم على خير إن شاء الله الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.